قبل ما اقول اي حاجه، فانا قررت النهارده ان انا فيديو يكون بس ان انا اعرفكم فيه عن نفسي للي مش عارفني. انا اسمي شروق اسعد، عندي 32 سنه، معايا ليسانس اداب قسم فلسفه جامعه القاهره، متجوزه وعندي 3 اطفال. اقول لكم بقى ايه يعني رحله حياتي من قد ايه مش عارفه يعني. طبعا دخلت في حاجات كتير يعني بجد، ده مش هزار يعني. عملت حاجات لا تخطر في بال حد يعني. انا اول حاجه نزلت تدريب صحافه، بس كنت طبعا متجوزه، وجيت حملت في تالية وعمر، فكان يعني صعب ان انا انزل اتمرن يعني اكمل التدريب بتاعي في الصحافه لاسباب صحيه، فقعدت في البيت وما كملتش لغايه بقى لما خلفت. وبعدين رجعت تاني، عملنا انا وجوزي موقع اخباري على الانترنت، وقعدنا كتير بقى على الموقع ده، بس هو برضو ما كان عايز يكون معاك تيم، وللاسف ما كانش فيه ناس كتير بترضى ان يكون، لان طبعا كان في الاول في البدايه يكون بدون مقابل، فبرضو قلنا خلاص مش مشكله. وبعدين دخلنا من الموقع الاخباري اللي هو على الانترنت، جت فكره في دماغي ملابس الاطفال اونلاين، عملتها فعلا ونجحت في اول 3 سنين كده او حاجه، بس للاسف السنه الرابعه كانت كورونا، بس هي مش كورونا كانت سبب، بالعكس يعني المفروض اصلا كان الاونلاين شغال احسن بكتير من اي وقت تاني اصلا، بس هو يعني نصيبه ايا كان بقى يعني مش عارفه، ما بقاش في حد بيطلب بقى بخساره يعني، جت بخساره فالحمد لله يعني. بس اختصارا للكلام ان انا دخلت في حاجات كتير قوي وما يئستش، دي نقطة أنا حابة أقولها لأي بني آدم بيحاول إن هو يعمل يعني بيعمل إن هو بيعمل أي حاجة في حياته. كلنا بنمر بظروف صعبة، وكلنا بنمر بمواقف وأيام كتير قوي بتكون فعلا صعبة قوي على الواحد، ومحدش يعني طبيعي إن مفيش حد يعرف عن حد كده يعني، مثلا أنا محدش يعرف عني كده، وأنا معرفش عن الناس برضو هي بتمر بإيه، بس فعلا ده حقيقي كلنا بنمر بالظروف دي. فاللي عايزه اقوله لكم من كلامي ان محدش يائس يا جماعه بجد، يفضلوا مستمرين وخليكوا عندكم امل في ربنا وثقه في نفسكم، وربنا يعوضنا جميعا ان شاء الله. وبعدين انا اصلا عندي بقى هوايه التصوير، فقررت ان انا انميها، ليه ما انميهاش، ان انا بصور حلو بزوايا مختلفه، ودايما اللي بيشوف صوري من قرايبي ومن اي حد من اصحابي من كل الناس يقول لي الله دي الصور بتاعتك تحفه حلوه قوي، فقلت ليه لا ان انا ما اخدش كورسات وانمي الموضوع ده عندي واطور من نفسي فيه، يعني الكورسات بتفرق. خدت كورسات في سي بي سي جد، عندهم هم فرعين، فرع في المعادي وفرع في مدينه نصر، اعتقد في فرع تالت بس انا مش عارفه هو فين بصراحه. كل اصلا الاستاف عندهم بجد ناس محترمه جدا، ناس متعاونه فوق ما حد اي حد يتخيل. بنصح اي حد ليه هوايه التصوير او فيديو او عايز يتعلم بقى فوتوشوب بريمير لايت روم اي حاجه، روحوا بجد بجد، كلهم ناس يعني. عموما سي بي سي كايرو فوتوغرافي بتروح كده تحس ان هو بيتك، مش مكان بتاخد فيه كورس يعني بجد. طبعا الاول صورت بكاميرا كانت عاديه وكاميرا الموبايل وخلاص وتمام، وبعدين لغايه لما قررت ان انا هبتدي ادخل في مجال التصوير بقى واصور، جبت كاميرا في البروفيشنال، وبعدين قلت لي يعني كنت بنزل اصور طبعا مع اصحابي والناس كتير قوي كانت بتساعدني بجد ان انا اتعلم، لغايه بقى لما نزلت بجد مع هو شخص محترم جدا والله، ببعت له يعني كل الاحترام ليه وكل التقدير، ماجد بجد انا بعت له من فتره كبيره، وجي لما شاف بقى المسج بتاعي كان برده بعد شهور، قلت له انا حابه انزل معاك يعني اخد معاك تدريب واتمرن طبعا اكيد بدون مقابل، فقال لي تمام وفعلا رحب، وان هم بياخد معاه هو تيم كلهم محترمين جدا. نزلت مره في 2 في 3 للاسف يعني مكملتش كتير، حصل موقف كده في فرح يعني، كان بنغير اللينس بتاعت مع ماجد، فانا كنت بغير اللينس معاه ووقعت مني يعني حصل فيها مشكله. من ساعه الموقف ده حقيقي بجد، ده والله الكلام ده كله حصل يعني للاسف يعني زي ما يكون مش عايزه اقول اتعقدت، بس خدت موقف من الموضوع جامد يعني. قعدت تقريبا الكلام ده كان في شهر 7 اللي هو اللي فات في 2021، لغايه والله العظيم لغايه شهر 12 2021 اللي هو قبل ما تبتدي 2022 سنه جديده، يعني تقريبا نحسبها 5 شهور، 5 شهور ما بلمسش حتى الكاميرا يعني، الكاميرا عندي في البيت ما بلمسهاش يعني نهائي، ما مش عارفه ليه، حاولت كتير بس ما قدرتش يعني،
خدت كده هدنة بقى، قعدت افكر كده فيها ان انا هفضل لغايه امتى طيب انا الكاميرا جايباها وسايباها كده. ومن هنا جات لي فكره الفيديوهات، ان انا اعمل لكم فيديوهات وفلوج، وزي ما انتم بقى بتشوفوني كده على اليوتيوب والفيسبوك، كل بقى حاجه مختلفه يعني، كل الحاجات مختلفه. المهم ان انا كان هدفي ان انا اجرب كل جديد ومختلف، ايا كان بقى اكل، فلوجات، سفر، خروج، فسح، اي حاجه اي حاجه. وطبعا ان شاء الله اتمنى ان انا اكون عند حسن ظنكم دايما، واكون بفيدكم، وتكونوا مبسوطين مني، واكون حاجه كده ضيف خفيف يعني عليكم في الفيديوز اللي انتم بتيجوا تتفرجوا عليا. واهم حاجه دعمكم قبل اي حاجه. محدش بيطلع بنطلع بالسعي، وان احنا دايما نفضل عندنا امل ان احنا نفضل مستمرين دايما، زي ما قلت لكم ان احنا ما نيأسش، اهم حاجه، ولان ربنا اكيد هيوفقنا. التوفيق بقى من عند ربنا ان شاء الله ونعم بالله يعني، لكن برضو دعمكم بيفرق. ان انتوا تكتبوا لي كومنتس، او تكتبوا لي، او تعملوا لي لايك، او تعملوا لي شير، ده دعم كبير قوي ليا، بيفرق معايا انا في نفسيتي، ان انا احس ان انا مبسوطه بجد. انا فعلا ببقى مبسوطه جدا، وعايزه في اللحظه اللي انتوا بتعملوا لي فيها كومنتات حلوه جدا، بتقولوا لي الحاجه جامده جدا، يا شروق بتبعتوا لي سواء بقى على الخاص او على او تعملوا لي شير، او يعني الحاجات دي بتفرق معايا، بتفرق معايا فعلا. انا بحس ان انا بعمل لكم حاجه يعني بتفيدكم وبتحبوها مني. وزي ما قلت لكم ما تيأسوش، دايما ربنا معانا، ودايما ربنا مع البني ادم اللي بيسعى، بينزل من بيته هو مصمم ان هو يسعى، وعارف ان في وقت ربنا هيكرمه فيه ان شاء الله، بس امتى وفين وازاي دي بتاعته بقى هو. اهم حاجه ان احنا نعمل اللي علينا، والباقي كله ان شاء الله عليه وعلى ربنا، بامر الله ان شاء الله يعني. بس وده كانت قصه كل حياتي، ان شاء الله يكون فيديو كده لطيف عليكم وخفيف، وتفرجوا عليه للاخر ما تملوش مني. انا حابه ان انا اتعرف عليكم، وانتم كمان عرفوني على نفسكم في الكومنتس، ونكون كلنا كده جروب كبير قوي قوي، كل شويه نكبره، كل شويه كل شويه كل شويه، لغايه لما نبقى كتير دي الدنيا بيكم طبعا انتم ان شاء الله. بس كده وخلص الفيديو بتاعي، يا رب يكون كنت ضيف خفيف عليكم. بس مش عارفه اقول بقى ايه، اقفل معاكم الفيديو بايه، غير ان انا بحبكم فعلا جدا جدا. لما بقول لكم وحشتوني وبحبكم، يبقى كل كلامي من قلبي، بتكونوا وحشيني وبكون فعلا بحبكم جدا. بس كده، وباي باي.